طيب احنا لسه في متابعتنا اليومية لما سيحدث اليوم. النهاردة طبعا هيحصل مجموعة من الأخبار، كمان في مباريات مهمة جدا هتتلعب النهاردة في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وكمان ماتشات الجولة الأخيرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز. ومن المقرر أن تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة والسبت في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية حفل لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في 8 مساءً على مسرح الجمهورية. يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة، منها موسيقى المولد وابتهالات سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة التاسعة من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع سيراميكا في تمام الساعة 4 عصراً. في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع الجونة. وفي 7 مساءً هيلتقي بيراميدز مع بلدية المحلة. في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المصري. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 16 مباراة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع سان خلويزي البلجيكي في تمام الساعة 8:45، في نفس التوقيت مباراة رين الفرنسي مع فياريال الأسباني، والساعة 10 بالليل مباراة برايتون الإنجليزي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في نفس التوقيت مباراة ريال بيتس الإسباني مع رينجرز الاسكتلندي.